السلام عليكم. أما الآن طريقة عمل البقلاوة بالبيت، طريقة سهلة وبسيطة. القطر جاهز، حط عليه شوية ماء الزهر، شوية ليمون، يكون الأمور تمام. بس يغلي طبعا نضيف. عندنا هون مكسرات جاهزة، طحنتها على الماكينة، نفوس لك حلبي وجوز. الحلبي وهذا الجوز. وعندك يا سيدي العزيز صينية البقلاوة اللي بدنا نثبت فيها العجينة، دهناها بشوية سمنة. هاي السمنة سمنة أصلية سويتها بالبيت. هاي العجينة اللي بنستخدمها يا حبيب القلب، عجينة بتيجي طبقة واحدة، بسموها باف بيستري بالانجليزي، يعني بتنفش وبصير طبقات بعد ما تستوي. كانت تستخدم انت الطبقات الرقيقة اللي بيبيعوها للبقلاوة في الاسواق. حطينا العجينة على الصينية، وبدك تقطع الاطراف الزائدة مشان يطلع الشغل متكتك. كيف العاد، شايف تزبطها، تشيلهن على مهلك عرواق. انا بصور لحالي، انت لما تكون لحالك ما في حد، لا تصور ولا شيء. وتدهنها بالسمنة الاصلية وتكتك. شوف لها السمنة، في لنا فيديو على القناة موجود كيف تعمل السمنة بالبيت. الآن رش لي هالمكسرات. هون احنا حطينا فستق نص بنص، فستق وجوز، حطيت عليهم شوية قرفة ناعمة. عبيها اسخة يعني، لا انت اللي بدك توكل. عبي 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 عبي، ضلك ضبطها وتكتكها. يا سلام يا سلام، اي والله بتتاكل هيك قبل ما تستوي. ضبطهن ضبطهن. في ناس بتحط قطر الآن مع المكسرات، أنا ما بحطش. إذا بتحط بمسك يعني مليح، وأنا بحطش القطر بعدين بالأخير، راح نشوف بالفيديو كيف بمسك. ضبطهن، أيوة تكتك تكتك، أعطيها حب وحنية، دللها، هاي بقلاوة مش حي الله. يا سلام. الآن حطينا طبقة العجينة الثانية، وبنعطيها وجه سمنة من فوق. برضو السمنة البلدية لمعلوماتك الصحية، يعني أحسن من الزيوت والأمور الثانية. أنا شغلت الفرن بس على 250، راح أنزله ل 180. إحنا الحرارة اللي راح نعمل على البقلاوة 180، وبتظل بالفرن من 25 لنص ساعة. زبط زبط هون الأجناب هيك تكتكن، لجماعة اللي بوكلوا بعيونهم، اللي هم بقول لك العين اللي بتوكل. تكتك تكتك، أيوة أيوة أيوة، يا سلام. الآن بتقسمها. لما بتقسمها أنت ترى مش يعني مش ضروري تنزل لآخر الصينية، لو نص تقسيمة يعني نص العجينة تنقسم بصير، لأنه آخر إشي بس تستوي راح تشوف معانا تعطيها تقسيمة ثانية. شوف لها المنظر، الله أكبر. حطها بالفرن 180 درجة، تركها على 25 دقيقة نص ساعة بتطلعها. هاي الآن بعد مرور 27 دقيقة بالضبط، شوف لي هالمنظر، شوف لي. شوف كيف اللون على حمار من فوق، يا سلام. الآن يا دكتور بدك ترش عليها شوية قطر. طبعا أنا عامل قطر كمية بسيطة، إذا بتلاحظ البكرج اللي مستخدمه كمية بسيطة، بدناش نزود القطر كثير، على الخفيف. بس بدك تدلعها كمان، يعني ما هو بصيرش، ما هو حلو. حط يا سيدي، حط حط حط، يا سلام يا سلام. شوف كيف بتحس انه في هيك في اشي لايق قاعد بصير. يا سلام يا سلام، رش رش رش، يا سلام. دللها دللها يا ابو احمد. وبدك تزينها، مش بس تدللها وتزينها. الان يعني بدنا نحط الفستق الحلبي والجوز نص بنص. شوف كيف زين زين، أيوة 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 يا أخي، بتحس هيك بدك حنية وبدك حب وبدك كيف العادة. استخدمنا نص الكمية تقريبا احنا من المكسرات. زين زين، يا سلام. روح يا معلم روح، والله بتقولي مطعم. بتقسمها قص تقسيم النهائي. احنا الان بس مشان نعطيكم الشكل النهائي للبقلاوة، هذه اخذت انا كم من قطعة، مش
كان نورجيكم كيف الشكل العام. شوف يا سيدي، شوف 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 ها ها، بدنا نذوق حبة. نختار هاي صغيرة. يا سلام. ما شاء الله.